بينا وفيا مرحبا بكم في محل جلال الديكور. زدنا جبنا لكم القطوار اللي غاب في محلاتنا اليوم، ربي يبارك ما شاء الله، والسعر تاعو مغاير للمره اللي فات. شوفي خاتي مدام هذا درنا له تخفيضات، هذا الموديل اللي يجي عريض ايدي السعر تاعو 140,000، وعندنا الحجم الكبير واللي هو هذا. نشوفوا الكبير تاعو كيما راكم تشوفوا، هذا الحجم الكبير ربي يبارك ما شاء الله، تحطي فيه الاطباق تاعك، عندك تحطي فيها الملاعق. هذا درنا له سعر 150,000 خالتي مدام. وعندنا الموديل الثاني اصغر عليه شويه وجي عريض، هذا السعر تاعو 140,000. وعندنا هذه تاع الخضره خالتي مدام صولديناها ب 150,000، جايه في الانوكس، حاجه مليحه فيها ترواطاج مليحه بالبزاف. هذا بما يخص اشياء الصود. وعندنا هذو منظمات تاع الدوش، عندنا هذا فيه زوج وعندنا اللي فيه ثلاثة كيما راكي تشوفي خالتي مدام، ربي يبارك ما شاء الله. هذا يدير 60,000 هكذا تاع زوج، وتاع ثلاثة يدير 70,000. هذا جاي في الإينوكس، حاجة مليحة. وعندنا منظم هذا كيما هذا اللي كان يدير 100,000، اليوم حطيناه 80,000. هذا تاع لومبورتاسيون، حاجة مليحة، مغلف، ربي يبارك ما شاء الله. وعندنا هذا الموديل ثاني حجم كبير يحتاج حاجة كبيرة كيما هذا، جاي في الحديد، ربي يبارك يعني ما شاء الله. هاوليك خالتي مدام، إذا تحطيه في الدوش يهز لك كلش. هذا السعر تاعو كان يدير 95,000، قلبناه 75,000. فهاو ياك ربي يبارك ما شاء الله، اشياء صولد ربي يبارك ما شاء الله، منظم اطباق، منظمات للدوش ربي يبارك كامل، حاجه مليحه صولد بسعر كما كنا شفنا الاسعار، يعني هاو ليك ربي يبارك ما شاء الله. محلات متواجده في مدينه عميله بالضبط مقابلين بازار علي بابا. نقول لكم شكرا على المتابعه، مع السلامه.